الكرة ودخل. كيوا ماهر أجاره في التغطية من أمام المدافع منتصر الطلبي الذي يتلقى البطاقة الصفراء وضربة الجزاء المستحقة والصحيحة والصريحة. يعلن وجعلت المدافع يرتكب الخطأ. منتصر الطلبي هو اللي البطاقة الصفراء وجول. بابا بابا هدف أول، الهدف الأول لنادي الأهلي عند الدقيقة 11 من عمر المباراة. الأسبوع الركنية تنفذ من ساسي الفرجاني. أبا با 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 جول، هدف التعديل لصالح الترجي التونسي. يا سلام، فعلها من وسجل هدف التعديل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. كرة مباغتة ثابتة رائعة جدا للترجي الذي يعود ويعدل النتيجة. هدف وزنه من ذهب تسجله في برج العرب في الإسكندرية. فعلها المهاجم الخنيسي. أم من سجل هذا الهدف؟ نعم، طه ياسين الخنيسي يسجل هدف التعديل لصالح الترجي التونسي مثل ما فعلها مع أمام منتخب مصر مع منتخب تونس. ها هو يكررها مرة ثانية يعدل النتيجة لفريق الترجي التونسي من أجل البقاء في الخلف. التنفيذ، واو، با 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 جول 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 جول. وينك يا شريف يا إكرامي؟ جول، هدف مباغت. انطلاقة المباراة كانت بين أحضانك وبين يديك يا شريف يا إكرامي. يعتذر لزملائه. جول من مخالفة نفذت في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد هذه المخالفة من المتميز صالح جمعة. ولا لا، جول 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 جول، جاء هدف التعديل.